لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. مثيرة في الترند الفترة اللي فاتت، قلت اتطلبت الطلاق بعد 51 سنة. الجمهور اظن انا وفيت الموضوع ده تمام. اعمل لك ايه؟ اول مره ما سمعتنيش عشان تعمل عليه؟ وضع طبيعي جدا. انا ما اعرفش انتم مستغربين الوضع ليه، وانا اول ست ولا اخر ست؟ ان شاء الله بعد مليون سنه، طالما ان الحياه بتستحيل انتهى الوضع. السلام عليكم. تتخذ القرار وتمشي على القرار، بس ما تبصش تحت رجلك. بص انت هتعمل ايه بكره وبعد، حتى لو بعد 50 سنه حتى لو بعد 100 سنه. صحه المراه اهم طبعا. لا هي مش صحه، هي مش صحه، هي مش صحه بقدر الاستحمال اللي تستحمله كل هذا. وعشان انا ضد ان المراه تتطلق من جوزها علشان خاطر عندها اولاد. اكره جوز الام واكره مرات الاب، فانا استحملت كل ده لما ربيت ولادي وجوزته. الولد اللي كان عقيد بالجيش المصري وتوفاه الله، خلاص ماليش بعد كده غير ربنا وبنتي. الله يرحمه. الحمد لله رب العالمين، اتخذت القرار والقرار صائب، واشكرك. تسمع على خير.